يقوم المركز الثقافي العراقي إن شاء الله هناك سيقيم حفل خاص في ديسمبر لنصير شمة، وكذلك في مكتبة الكونغرس الأمريكي لإلقاء محاضرة عن التراث الموسيقي العراقي. تقديم نصير شمة ليكون تقديماً بقدر ما يكون عرفاناً لكل شيء بالعراق، لحضارة العراق، لتراث العراق، للعراق الجديد الديمقراطي. نصير شمة المعرف لا يعرف. شكراً لكم ولحضوركم. Thank you.
اللي سويتها سنة 86 للشباب اللي انقطعت ايديهم اثناء احنا حروبنا كثيرة، فاثناء حروبنا مع ايران كانت كمية مهولة من الشباب، اعداد مهولة كانوا مبتوري اليد، منهم احد اصدقائي اللي عملت له هاي الطريقة واللي اصبحت من ذاك الوقت الى اليوم طريقة، يعني تاحت الفرصة للشباب كثيرين منهم الان يدرسوا، ما زالوا عندي في مصر في بيت العود العربي يدرسوا للي هم يعني ذو يد واحدة لقطعة ايديهم. حعزف الآن قطعة أخرى من مؤلفاتي اسمها بغداد كما أحب. Thank you.
نختم بقطعة عنوانها العراق على مقام واحد، مقام البيات. هذا المقام وحد العراق من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وفي القلب بغداد. هذا المقام يمكن هو سلم موسيقي من 8 درجات، بس اللي يعملها في وجدان العراقيين يمكن أكثر من كل ما عملوا سياسيين طوال السنين. Thank you.
شرف عزيز على نفسي أن أكون بين أهلي وبين ناسي، بين أصدقاء العراق والعراقيين اللي موجودين في واشنطن واللي جاءوا من مكانات أخرى قريبة من واشنطن. يسعدني أنه قدمت لهم شيء عسى أن يرجعهم إلى رائحة العراق، إلى رائحة أوطانهم، وطننا هذا كله الكبير اللي احنا نعيش فيه، وطننا العربي. الموسيقى جزء من النوستالجي، جزء من الحنين الكبير للوطن، لذلك كان لابد من تقديم شيء فيه كثير من الأعمال العراقية، كثير من التراث العراقي. يعني سعيد انه في مركز ثقافي موجود في واشنطن، اتمنى ان يدعم اكثر، اتمنى ان تكون الى مكان اكثر بعد تاثيرا على الساحه في امريكا، لانه هنا مركز القرار في العالم عندما تقدم الثقافه بشكل كبير. هذا سيؤدي الى ان يقدم البلد، يقدم عراقنا بشكل محترم، بشكل بحضارته، بقيمته، بثقافته، بمبدعيه، برموزه. مهم جدا ان يكون هذا المركز موجود، ومهم جدا ان نكون احنا نزوره ونتواجد به ونقدم له الدعم من خلال جهودنا، من خلال ما نملك. أمسية اليوم هي احتفاء واحتفاء بالفنان الصديق نصير شمة، واستثمار لوجوده في واشنطن، حيث استضافته منظمة ألوان الأمريكية في نيويورك، ونحن أيضا استضفناه هذا اليوم لتحتفي به الجالية العراقية المثقفة في واشنطن وفي الولايات الأخرى. قدم الكثير من الأخوة المعجبين بالفنان الكبير نصير شمة، وفي الحقيقة نصير يمثل انعطافة مهمة في تاريخ الموسيقى العربية والعالمية أيضا، واسم مهم ورمز كبير، وهو سيشارك أيضا في افتتاح بغداد عاصمة الثقافة العربية يوم 23 كما أخبرني، ونحن على تواصل معه أيضا، ونتمنى أن نستضيفه في شهر ديسمبر في أضخم قاعة في أمريكا في كينيدي سنتر، لنحتفي بالفن العراقي الأصيل ولنحتفي بالثقافة العراقية الأصيلة في ظل النظام الديمقراطي العراقي الجديد. كانت أمسية جميلة جدا، كلنا أسعدنا كعراقيين بحضور الأمسية للموسيقار نصير شمة، وهو غني عن التعريف، وكانت أمسية جميلة والعزف كان جميل جدا، ونحن نفتخر طبعا بموسيقانا العراقيين، وخصوصا احنا ابتعادنا عن البلد كمغتربين، من كان العزف كان عزف جميل، عادنا لأيام الماضي والموسيقانا، يعني كان العزف مطرب جدا. كريم من المركز الثقافي العراقي على هاي الأمسية، بنتمنى دائما يواصلون بهذا الشيء، لأن حقيقة الجالية العراقية محتاجة هذا الترفيه، هذا الاجتماع اللي يعني بين العراقيين. ابتهال مجيد. أمسية رائعة اليوم، ذكرتنا بأيام بغداد الحلوة. أكيد أنا جيت لأنه الفنان نصير صديق عزيز، وأنا زرته ببيت العود العربي بمصر، فد فنان رائع، موسيقته رائعة، التقنيات اللي يستعملها بالعزف رائعة، ولمة عراقية حلوة هنا بواشنطن دي سي، فحبينا نكون هنا من قناة الحرة وشاركنا، وفرحنا كثير بوجودنا وياه، واستمتعنا بالعزف الحلو واللي أخذنا بعيد، وأخذنا الأيام بغداد والعراق اللي احنا مشتاقين لها هواي.